مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ مساعد محمد علي، مدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أستاذ مساعد، نحن سعداء أيضا نلتقيك في الحلقة الثانية تكملة للحلقة الأولى التي تحدثنا فيها عن الانتهاكات. أستاذ مساعد، تحدثت في الجزء الأول وفي محورنا الأول حول نشاط المركز، وثبتت يعني أن المركز وثق لجرائم كثيرة، والجرائم دي كما كيفتها أنت يعني ترقى لمستوى جرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب واستخدام الاغتصاب كسلاح والقتل خارج إطار القانون والقضاء والتصفية. في محورنا الثاني يعني كيف تنظر للمجهودات التي تبذلها المؤسسات الدولية المعنية بهذه الانتهاكات، يعني كمجلس الأمن وكمجلس حقوق الإنسان وكالمحكمة الجنائية الدولية، وتفاعلها مع هذه الانتهاكات ومبادراتها لإيقاف تلك الانتهاكات. شكرا للمرة الثانية أستاذ الصادق، وأنا أفتكر ده سؤال محوري وسؤال أساسي، وأنا أفتكر السؤال ده بيهم مجمل الشعب السوداني، لأنه فعلا في الوقت الراهن يعني كل الشعب السوداني بينظر للمجتمع الدولي عشان بس يحقق حاجة واحدة، في أنه يوقف الحرب ويوقف الفضائح، وبالتالي يمهد الطريق في أنه كل الضحايا وكل المشردين في أنه يرجعوا لمواقعهم بطريقة إنسانية وآمنة وسالمة. وصحيح أنه كان في تعويل كبير جدا جدا على المجتمع الدولي بمستويات مختلفة عشان يساعد الشعب السوداني في أنه يحقق الغاية دي، يعني بما فيها بعد ذلك مسائل المساءلة، سواء كان مثلا عن طريق مجلس الأمن ولا مثلا مجلس حقوق الإنسان ولا المحكمة الجنائية الدولية. نحن في المركز الأفريقي باعتبارنا واحدة من منظمات المجتمع المدني السودانية اللي بتعمل مع كل الجهات الفاعلة، سواء كان على المستوى المستوى الوطني ولا المستوى الإقليمي المستوى الدولي كويس عشان ما نصل للأهداف دي. لكن برضو عشان نخط النقاط في الحروف يا عزيز أستاذ الصادق، صحيح أنه من البدايات الأولى أنه مجلس الأمن هو دفع بالحل الخاص بالأزمة السودانية للآلية الأفريقية، وأنا لما أقول الآلية الأفريقية بعني بيها مثلا إيجاد وبعني بيها الاتحاد الأفريقي، ودي برضو بعد ذلك حتى بالإضافة للآلية الثالثة الموجودة اللي هي المبادرة الأمريكية السعودية، وطبعا دي تحت الجامعة الأفريقية. ودي ببساطة عشان السودان بعد ذلك فيه بعدين، فيه البعد العربي وفيه البعد الأفريقي، فقام المجتمع الدولي كويس طلع بالمبادرة الأفريقية بالمبادرة الأمريكية السعودية كويس، باعتباره مثلا بتغطي الجانب العربي في السودان، وبعد ذلك إيجاد والاتحاد الأفريقي عشان ما نغطي بعد ذلك الجانب الأفريقي الثاني في السودان. لكن مع كل أسف يا عزيز الصادق، المبادرتين سواء كان السعودية الأمريكية ولا إيجاد ولا الاتحاد الأفريقي يعني كلها فشلت في أنه مثلا تصل لتسوية للأزمة السودانية، أو على الأقل مثلا تمهد الطريق عشان بس أنه يكون في وقف لإطلاق النار، وبالتالي يتم توصيل المساعدات الإنسانية مثلا للضحايا. دي كلها كويس في ظل أنه في تصاعد وفي تنامي للانتهاكات اللي بتتم للإنسان السوداني، سواء كان مثلا في الخرطوم، سواء كان مثلا في ولاية الجزيرة، سواء كان في كردفان، في دارفور، ودي كلها كانت فظائع. ومن هنا بعد ذلك دخلت المحكمة الجنائية الدولية، وفعلا بعد ذلك بدوا بإجراء التحقيقات في الحاجات اللي حصلت في دارفور. وليه دارفور؟ لأنه عشان المحكمة الجنائية الدولية بس عندها اختصاص حول دارفور من 2005، لكن ما عندها اختصاص عن بقية أجزاء السودان. ففعلا بدأت بعد ذلك بالتحقيقات في الإطار ده، ولاقت عدد من الضحايا وعدد من الشهود، وجمعت عدد من الأدلة سواء كان مثلا من معسكرات اللجوء الموجودة في تشاد أو في جنوب السودان أو في دول الجوار المختلفة. لكن برضو لغاية
الوقت الراهن الجهود كلها هي محدوده ومحصوره، لانه الجهد المطلوب هو اكبر من الشيء المتاح ببساطه، لانه حتى الحكومه الحاليه الموجوده، رغم انه مثلا ما في حكومه حقيقيه حسي موجوده يا عزيزي الصادق، هي مجرد حكومه افتراضيه موجوده في مدينه بورسودان، لكن هي رفضت انه تتعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه، ورفضت انه حتى تتعاون مع لجنه تغصي الحقائق، باعتبار انه عشان ما تجي لجنه تغصي الحقائق او المحكمه الجنائيه الدوليه محتاجه لتاشيرات ومحتاجة لوجود في أرض الواقع، ودي كلها الحكومة السودانية أبدا ما ساعدت فيها ولا حتى سهلت دخول الاثنين، سواء كان المحكمة الجنائية الدولية ولا لجنة تغصي الحقائق، عشان ما تصل ضحايا في الأرض. أستاذ، على ذكر المحكمة الجنائية الدولية، يعني منذ أن بدأت المحكمة أو مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقه حول الجرائم التي وقعت في دارفور، كان يعني التحقيق يتم عن بعد، وعندما قامت الثورة في السودان وسقط النظام أعلنوا أنه دي كانت واحدة من العقبات التي واجهتهم. الآن وفي النكبة الجديدة وبداية التحقيق الجديد تواجههم نفس العقبات، هل تعتقد أنه التحقيق عن البعد يمكن أن يمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يصل للأدلة والإثباتات حول الجرائم اللي هو يشتبه انها وقعت بشكل عام وككلام قانوني؟ يعني هو ممكن جدا انه على الاقل ممكن تتجمع عدد من الادله وعدد من البيانات المبدئيه اللي ممكن تشكل اساس عشان ما يتبني عليها تاسيس دعوه بالانتهاكات للقانون الدولي الانساني اللي بتشكل مثلا مخالفه لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ودي ممكن بتتم بطريقة مختلفة بالمناسبة، زي ما قلت لك أنا قبل شوية في إنه في عدد من الفيديوهات، في عدد من التسريبات اللي بتتم من خلال السوشيال ميديا. صحيح دي مثلا ما عندها القوة القانونية الكبيرة، لكن دي ذاتها في حد ذاتها مثلا تجميعها وتحليلها، بعد ذلك يعملوا لها مثلا تكميل ببيانات ظرفية أخرى مثلا موجودة، ممكن تشكل أساس قوي جدا جدا للإدعاءات بالانتهاكات التي تم ارتكابها في هذا المجال. هو صحيح أنه حسي لغاية الوقت فرص الوصول للأشخاص الموجودين في الداخل هي محدودة، لكن برضو واحدة من إفرازات الحرب الدارت من 15 أبريل لغاية الوقت أنه هجرت الملايين من السودانيين داخليا وخارجيا، وبالتالي واحدة من الحاجات اللي عملتها المحكمة الجنائية الدولية في إنه هي فعلا بدأت التحقيق مع الضحايا والشهود الموجودين في دول الجوار، ودي كلها لما يتم تجميعها فعلا ممكن تقوم تشكل أساس لدعوة ممكن يتبني عليها بعد ذاك ادعاءات، سواء كان في مواجهة وتدحم السريع أو في مواجهة القوات المسلحة السودانية حول كل الادعاءات الموجودة. أستاذ مساعد، يعني لضيق الوقت ننتقل وياك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. هذا المجلس في أكتوبر أصدر قرار فحواه تكوين لجنة لتقصي الحقائق في السودان. أخيرا تم انتخاب 3 أعضاء لهذه اللجنة، وأعلنوا في اليومين السابقات أنهم هم بصدد بداية العمل، بل مشوا أكثر من ذلك، طلعوا إعلانات لكل السودانيين وغير السودانيين اللي بيمتلك أي أدلة توثق لما تم وحصل في من انتهاكات من 15 أبريل ولحد الآن يقدمها. لأي حد يعني لديكم اتصالات وعمل مشترك بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهل تعتقد أنه هذا العمل المتمثل في تقصي الحقائق يمكن إن تم يعني يؤسس لوضع قانوني يتم فيه مساءلة أو طرح القضايا به المؤسسات الدولية بصورة واضحة؟ في الحقيقة يا أستاذ الصادق، أن إحنا كمنظمة مجتمع مدني سوداني ومعانا أكثر من 100 منظمة تانية إقليمية ودولية، من قبل الجلسة الأخيرة اللي تم فيها التصديق على مشروع القرار بإنشاء بسات التحقي
قصه تغسل حقائق، ان احنا كنا شغالين ليل على نهار في انه نغير التفويض القديم اللي كان موجود حول السودان، لانه الاوضاع فيها اتغيرت ومحتاجه لتفويض اقوى واكبر. فعشان كده احنا كنا بنعمل كل جهدنا في انه نصل مش لتغسل حقائق، لكن احنا كنا بنسعى لانه تكون في لجنه بتاعت لجنه تحقيق دوليه. لكن عموما يعني احنا في النهايه بعد ذلك قدرنا نصل لانه ممكن تتشكل لجنه بتاع تغسي حقائق. وانا افتكر لجنه تغسي الحقائق دي يا استاذ الصادق ممكن تكون خطوه اولى في انه تنصف كل ضحايا الحرب في السودان، مش ضحايا الحرب اللي كانوا موجودين في دارفور حسب التفويض بتاع المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن حتى بالنسبه للضحايا الموجودين في الاجزاء الثانيه الموجوده من السودان سواء كان في شماله ووسطه ولا غربه ولا جنوبه. دي بتتم كيف؟ من خلال التحقيقات اللي بتقوم بها لجنة تغسل الحقائق، وهي في الأصل طبعا بعد ذلك هي بتعتمد على الموظفين الموجودين التابعين لها، وبرضه بتعتمد على منظمات المجتمع المدني المختلفة، لأنه طبعا بكل تأكيد أستاذ الصادق ممكن عندها القدرة زي ما أنت ذكرت في أنها مثلا تصل لكل المناطق الموجودة في داخل السودان، لكن برضو بمساعدة المنظمات ممكن تكون عندها قدرة للوصول للضحايا، وفي نفس الوقت برضو بعد ذلك عندها القدرة على حماية الشهود وحماية الضحايا. فبالتأكيد دي ممكن يتعاونوا مع لجنة تغسي الحقائق عشان ما تصل بالضبط للانتهاكات اللي حصلت هي شنو وموقعها وين من الانتهاكات اللي بتتم ضد القانون الدولي الإنساني ولا قانون حقوق الإنسان، ومين هم الجناة اللي ارتكبوا هذه الجرائم، وبعد ذلك بتؤالية ممكن تتم محاكمة هؤلاء الجنات، هل مثلا عن طريق الإحالة كويس لمحكمة الجنايات الدولية بعد ما يتم عرض هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان، وبعد ذلك من خلال المفوض لما يعرضه في مجلس الأمن الدولي في نيويورك انه بعد ذلك حيتم كويس إحالة الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مثلا بيتم مثلا من خلال آلية تانية بتشكيل مثلا محكمة خاصة للجرائم التمت بالقانون الدولي الإنساني كويس في كل أجزاء السودان ولا غيره. فدي هي المحاكمة، لكن في الوقت الراهن يعني كل المعنية به هذه اللجنة في انه تتحقق من الانتهاكات اللي حصلت وليات مدى هي بتشكل انتهاك للقانون الدولي، مين هم الجناة اللي ارتكبوا هذه الجرائم، وبعد ذلك ما هي الآلية المناسبة لمحاسبة الجناة، وبرضه ما هي الآلية المناسبة لإنصاف الضحايا اللي كانوا هم ضحايا مثلا لهذه الانتهاكات. بالضبط كده. أستاذ مساعد محمد علي مدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا على مدى حلقتين تناولنا فيها الانتهاكات التي وقعت على المدنيين أثناء الحرب الدائرة في البلاد وتوثيق المركز لها، وتناولنا في الجزء الثاني المجهودات الدولية ممثلة في مجلس الأمن ولجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في إيقاف هذه الانتهاكات. أنا بشكرك للمرة الثانية وبشكر المستمعين. شكرا جزيلا أستاذي الصادق، وشكرا لكل مستمعي راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى وفي مواضيع أخرى حول الوضع السوداني الإنساني العام. شكرا جزيلا.